هناك تجارب سابقة يعني مررنا بها، حشودات كبيرة تأتي حاملات طائرات وقوات المارينز، وأمريكا تدخل قوات العراق وسوريا، ولكن في المقابل تكون هناك مفاوضات ساخنة سرية متواصلة مع إيران، أليس واقع الحال هكذا؟ حقيقة نحن كعسكر نتعامل مع المعطيات على الأرض، نتعامل مع مخرجات الموجودة على الأرض. القوات الأمريكية الآن تنفتح بطريقة واضحة، تريد بسط النفوذ على المناطق، على مصادر الطاقة والغاز في المنطقة وخاصة في سوريا. هناك صراع واضح وحقيقي بين روسيا من جهة وأمريكا في جهة في سوريا حصرا. هناك ميليشيات مسلحة يعني مدعومة من قبل إيران تعمل في سوريا بشكل واضح. تم تحديد هذه الميليشيات، تم توجيه ضربات حقيقة منذ أول أمس حقيقة تمت المباشرة بتوجيه الضربات لهذه الفصائل المسلحة العاملة في سوريا والداعمة لإيران، وبالتالي عندما تكون داعمة لإيران تكون داعمة للتحالف الشرقي. هذا واضح الموضوع حقيقة. كذلك قطع جميع الخطوط التي تؤدي إلى دعم هذه الميليشيات سواء في سوريا أو في لبنان أو في مناطق أخرى، ومنعها من التدخل في التحركات العسكرية الأمريكية التي تحاول كما أسلفنا بسط نفوذها على سوريا، بسط نفوذها على مصادر الطاقة سواء في الخليج أو في العراق أو في سوريا. مصادر الطاقة مهمة في هذه المرحلة، لربما الأمريكان يستغلون فرص كبيرة لأنه حقيقة الروس منشغلين الآن بحرب حقيقة مع أوكرانيا لربما تطول طويلة الأمد، وهذا الموضوع حقيقة يعني ربما يوفر على الأمريكان فرصة ثمينة لغرض بسط نفوذها في هذه المنطقة وفي هذا الوقت في التحديد، لأنه أعتقد الروس غير قادرين على فتح جبهات أخرى.